كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. رحالة أحمد الشهاوي المعروف باسم ابن بطوطة المصري. رحلاتي حول العالم طبعا بدأت من سن مبكر، لكن نقول رحلات الكبيرة اللي فيها شيء من المغامرات القاسية بدأت سنة 1994. قررت أن أقف عملي ككبير مهندسين في شركات أوروبية وأبدأ جولة الترحال حول العالم. الرحلة بتاعتي استمرت تقريبا دلوقتي داخل على 25 سنة في كل دول العالم، 87 دولة من أقصى الشرق لأقصى الجنوب لأفريقيا، أمريكا الجنوبية كلها خلصتها، طبعا أوروبا حتى خلصتها ما بعملهاش في الحساب، لكن جنوب شرق أسيا، جزر الباسيفيك، وأهم حاجة خطوة في حياتي إن أنا في يوم من الأيام قررت إن أعبر الغابات الاستوائية، أو حبيت أكبر عدد، خدت خط الاستواء كله، كل الدول اللي حوالين خط الاستواء. عشت داخل الغابات الاستوائية في إجماليها أماكن متقطعة، إجماليهم بيقع حوالي في 3.5 سنين تقريبا، هنا في هاي الغابة شهرين ثلاثة وأنقل على غابة تانية، وكل غابة مختلفة عن الأخرى، وعايش في وسط الحيوانات، والتفف أحد القبائل كانوا مقررين أنهم يزوجوني كمان، بس هربت في اللحظة الأخيرة. 12 قبيلة بدائية، كل حياتي مسجلة بالصوت والصورة، لأن عارف اللي هحكيه ما حدش هيصدقه، فقررت أن أسجل حياتي كلها بالفيديوهات، وفي موجودة هذه الفيديوهات موجودة في قناتي في اليوتيوب. رحلة كانت طويلة مختلفة، دول قديش الدولة زرتها وقديش الغابة استوائية؟ 87 دولة حتى الآن، 22 غابة استوائية، حوالي 24 ألف ساعة بس داخل الغابات الاستوائية، وكلها وحدي وبدون تجهيزات، يعني ولا معايا تليفون ولا معايا كومباس ولا معايا معي حقيبة صغيرة على ظهري وسكين صغير، ما فيش أكتر من كده. أنا كنت أقول لنفسي وأنا واقف في الغابة، كيف أقنع بحديقة صغيرة حول البيت وهذه آلاف الكيلومترات مفتوحة، حديقة مفتوحة كلها ملكي، كيف أقنع بحمام سباحة صغير 2 متر في 3 متر وهذه البحيرات الكبيرة كلها مثلي؟ كنت زي الطفل، أعيش الطفل الذي داخلي، أقفز في بحيرة الماء بهدومي كلها. شعرت بسعادة كبيرة جدا، شيء من الحرية، وهو دايما الحرية في وجهة نظري مربوطة بشيء من العطاء، كلما تعطي الآخر أكثر تشعر بالسعادة أكثر، لدرجة أني في اللحظة الأخيرة أنا لم أعد أجد سعادتي إلا عندما أراها في عيون الآخرين. أنا بعيش بهذا، وأنا جيت إلى توز وصحراء توز، وتونس طبعا مزيانة ومعروفة بخيرها وبناسها الطيبين، ويعني تحياتي من توز، من وسط الصحراء، من بوابة الصحراء زي ما بيسموها، وبشكر أهل توز وأهل توز.